احنا امبارح حلينا اللي هو ورك شيت 1، دول حلناهم امبارح. ندخل بقى نمبر 2، نراجعها تاني. The solution set of the equation x cube plus 27، ايه الحل بتاعها بقى؟ 2 x كيوب ايكوال ايه؟ نيجاتيف 27، يعني x ايكوال كيوب روت نيجاتيف 27. يبقى الحل معايا هيكون ايه بقى؟ الحل هيبقى b نيجاتيف 3. بعد كده كيوب روت x، خلي x كده بكام؟ مين اللي بيطلع لي 4 بقى في الكيوب روت؟ اللي هو 64، فدي تبقى اللي كانت اساسا جوه مكان الاكس، 1 اوفر 64، عشان حاله انا عندي 1 اوفر 4. بعد كده عايزين الديامتر، اللي هو لما نجيب الراديوس ونضربه تايمز 2 يعني 2 راديوس. لو عندي الفوليوم يبقى 36 باي 3. ازاي بقى دي؟ هنكنسل باي مع باي الموجوده في الرول. بعد كده هنقول ار كيوب، الار كيوب ايكوال بقى 36، هتبقى تايمز، نقلب بقى سويتش 3 اوفر 4، يعني هتبقى 36، يعني هتبقى 27. يبقى الار بس هتبقى يعني كده الديامتر يبقى 6. Understand؟ Yes. دي بقى اللي بعدها، دي ممكن استخدم الكالكليتر لو انا عايز احلها منتال، ماشي. لو عايز استخدم الكالكليتر ماشي، يعني هي هتبقى نيجاتيف 2 بلس، دي هتبقى 2 تايمز 489، تبقى 3 اوفر 2 plus 5 over 10 1 over 5. هيطلع كام بقى الإجابة؟ 15 plus 2 and 17, 82 minus 17 over 10. مستر تضع إجابة كام كالكليتر؟ لما نخلصها طيب نحل اللي بعدها. انا عندي الفوليوم، فهعمل كيوب روت بقى لدي، فيبقى الاجابه عندي، هو عايز الايدج بس، هتبقى الايدج بس يبقى 4. لو كان عايز سم اوف اول ايدج كنا عملنا تايمز 12. اللي بعدها برضو كالكليتر. مستر هتبقى 0.3 بلس، طبعا ال absolute value بيكنسل ال negative، هتبقى بلس 0.3، خلينا 0.6. مستر حد حل نمبر 4؟ يا مستر، مستر عاوزك نمبر 4. طلعت كام؟ انت كاتب اخر واحده 1 اوفر 5. 1 اوفر 5 هي المفروض تبقى 1 اوفر 2 اعتقد، عشان تبقى زيرو. يبقى كلها على الكالكليتر تطلع كام؟ طلعت 0.3. نيجي طيب find the solution set of the each of the following. طبعا the equation
الكوجن دي طبعا نيجاتيف 1 تروح الناحية التانية وال2 بتروح بالديفايدد فا اكس كيوب كده تبقى 54 ديفايدد 2 هتدينا 27 يبقى x equal 3 the set of solution equal 3 هنا بقى احنا قلنا عشان نشيل الباور 3 دي الاول خالص بنعمل كيوب روت لل 8 هتبقى 2 يعني هتبقى 5 x minus 3 equal 2 في الحالة دي يبقى 5 x equal 5 يبقى x equal 1 هاي كده عندي كيوب فصل في عندي إناء وعاء على شكل كيوبك يعني على شكل كيوب has capacity احنا عندي capacity هي هي الفوليوم عندي هنا باللتر طبعا عشان احولها من اللتر سنتي بعمل تايمز 1000 هتبقى كده عايز بقى الانر ايدج عايز السايد لينس بتاعها يعني من جوه فنعمل بقى ال 8000 نعمل لها بقى كيوب روت والحل هيطلع عندي 20 سنتيمتر دي بقى في اللي تحتها ورك شيت 2 two consecutive integers which included يعني تكون ال root 5 دي منهم between them are فعندي حلين لإما حل ال root 5 دي بالكالكليتر أشوف هتبقى 2 point حاجة فبالتالي كده هتبقى هنا 2 minus 3 أو الأصغر من ال root 5 root 4 هي اللي بتحل وأكبر منها root 9 اللي هي برضو ليها حل فيبقى برضو اللي جاب برضو 2 و 3 the value of the cube root 13 to the nearest 1 decimal احنا عايزين ال 1 decimal فهو هيبقى كام 0. cube root 13 هيبقى كام 2.35 كام 2.35 احنا عايزين nearest 1 decimal فتبقى 2.4 لأن عندي ال 5 هنا تعمل increasing كيس 1 لل 3 نيجي بقى اتفقنا عشان أحل أنا أي مسألة يكون فيها كيوب روت بعمل divided 3 للباور اللي جوه فكده تبقى x باور 2 دي الإجابة بتاعتي x باور 2 طبعا أنا عايز بقى حاجة under square root دينا x باور 2 فيبقى اكيد كانت x بار 4 دي بقى اللي بعدها set of solution in q dash يعني عادي يطلع عندي الحل بالروت ما فيش مشكلة five x equal 20 فكده يبقى ال x square equal 20 divided 5 يعني equal 4 تمام بال x equal ايه بقى؟ positive or negative root 4 يعني كده ما عنديش حل واحد بس عندي حلين بقى عندي ال x equal positive or negative 2 ده الحل يبقى انا اركز قوي لما يكون عندي cube root عادي ما فيش positive or negative لكن لما يكون في عندي x square وهعمل بقى root الناحية التانية فلازم positive or negative السؤال اللي بعده الكالكليتر عادي خالص او ممكن بالمنتج كده من غير كالكليتر ايه الكيوب روت اللي بيتحل اقل من دي اللي هو 27 في الحاله دي الاكس ايكوال 3 لو حلينا 29 هنلاقيها 3 بوينت حاجه فيبقى برضه الاصغر منها عشان بيقول لي الاكس دي انتجر يعني احنا عايزينها رقم انتجر مش عايزينها بوينت يعني تبقى 3 بعد كده x equal root 3 x square equal يعني هنعمل root
3 دي نعمل لها باور 2 فيبقى الحل عندي ايه بقى؟ نيجي بقى اللي بعدها ممكن اعملها تشيك بالكالكليتر عادي طبعا دي تطلع معايا 2 دي تطلع معايا كام؟ 2 بوينت حاجه صح؟ كام؟ ايوه يبقى هي الاكبر الراشنال نمبر هو عايز الراشنال نمبر يعني كيو داش between 3 and 4 طبعا هو عايزها بالسكوير روت فان 3 دي اساسا بتيجي من سكوير روت 9 وال 4 بتيجي من سكوير روت 16 فاي حاجه بينهم بقى تنفع يعني سكوير روت 10 20 11 ايه الحل بقى؟ دي اللي هي بينهم سكوير روت 15 The square whose side length is 7 الاريا ايكوال كام؟ الاريا ايكوال اس تايمز اس روت 7 تايمز روت 7 هيدينا كام بقى؟ هتبقى 4.3035 ايه؟ هتبقى ايكوال 7 روت 7 تايمز روت 7 ايكوال 7 يجي بقى اللي بعدها عندي نمبر 4 عندي absolute value of cube root طبعا انا لو دي حلتها تمام فدي نيجاتيف 5 الابسوليوت هتغير نيجاتيف فيبقى 5 مين بقى اللي بيطلع لي ال 5 سكوير روت 25 نيجي بعد كده root 11 greater than ال x smaller than x plus 1 يعني عايزين ال root 11 دي مين اصغر من ده ويكون integers برضو فانا اصغر منها اللي هي root 9 اكيد الحل بقى هيبقى ايه؟ 3 integers طبعا 26 دي ايه الحل بتاعها؟ 2.9 كله باور 2 برافو عليك فبعمل دي باور 2 ودي باور 2 روت 5 باور 2 فلاقي ان ال 5 زي ما هي ده جريتر ذان الاولى وسمولر ذان الثانيه يعني تبقى الاولى 4 بوينت حاجه 4.84 4 بوينت كام؟ 84 والثانية تبقى 5.29 فكده كده صح كده هي فعلا between هي فعلا included يعني the value of x if 0.01 x squared equal 8 تمام عايز q او q dash فانا عندي ال x اول حاجة لازم اتخلص من ديت يعني اوديها الناحية التانية بال divided خلاص وعملنا كيوب روت هذه بقى كيوب روت 8 over 0.001 تبقى الإجابة إيه بقى؟ 8 over 0.001 20 نيجي بقى اللي هي موضوع ال determine او ال represent number line عايز اعمل دي represent number line طبعا plus 1 دي
يعني هرسم بعد ال 1 فطبعا انا عايز ارسم روت 3. معانا معاكم الكامبس معاكم البرجل؟ انا معايا اروح اجيبه واجي وارسم اشرح لكم بقى لو هعمل ريبريزنت. هي ما بتجيش دايما في الامتحانات بس انا ايه نشرحها عشان لربما تيجي او حد مثلا يسالكم مثلا ازاي ارسم بقى روت مثلا ناخد مثلا روت 7 مثلا. انا عايز ارسم روت 7 على نمبر لاين تمام. فانا عشان اعمل تشيك الاول خالص فلازم اعرف روت 7 دي بكام. مثلا طلعت 2.6 فانا 0 1 2 3 فشور بقى هتكون ما بين 2 3 ايه؟ هتكون ما بين 2.6 يعني 2.6 فهي هتكون ما بين 2 3 اعمل روت 7 كده شوف روت 7 تطلع بكام؟ الروت 7 تبقى ايكوال 2.64 يعني 2.6 تمام. يعني غالبا هتطلع هنا كده في يعني في قريبه للنص كده شويه هتبقى هنا خلاص. ده المفروض مكانها هنا كده تمام. طيب هو عايز يرسمها بقى بالتولز بقى الجيومتريكال تولز. هنرسم بقى هنرسمها بقى بالجيومتريكال. هنشوف هنرسمها ازاي. اول قبل ما ارسمها بيقول لي لو انت عايز ترسم رود 7 اساسا فنتخيل ان لو انا عندي right angled triangle والروت 7 دي سايد منها تمام. فيقول بقى انت تقدر بقى تجيب السايد ده والسايد ده في رولز عندي في الجيومتري تجيب لي السايدين. فبيقول لي بقى لو انا عندي 7 دي فعشان اجيب الهايبوتنس الكبير قوي ده الكبير اللي هو اوبوزيت 90 فبعمل ايه؟ بشوف ايه الاندر سكوير روت اللي هي 7 وبعملها دايما بلس 1 بعمل دايما اوفر 2. يعني كده عندي لو انا عايز الهايبوتنس اي مره وعندي بقى حاجه فيها روت زي كده فباخد الاندر روت بعمله بلس 1 اوفر 2 عشان اجيب الهايبوتنس. عشان اجيب السايد الثاني بقى فبعمل بقى الاندر سكوير روت ماينس 1 اوفر 2 فيديني السايد ده والسايد ده تمام. طيب تعال نشوف. طيب 7 ماينس 1 اوفر 2 يعني 6 اوفر 2 يعني الناحيه دي تبقى 3 سنتيمتر خلاص. والهايبوتنس بقى هيبقى 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر. لو رسمت بقى 3 سنتيمتر 4 سنتيمتر يبقى اوريدي بقى اللي من تحت ده روت 7. يبقى انا قبل ما ارسم روت 7 او روت 3 او اي روت تمام بطلع بقى الهايبوتنس بلس وبطلع السايد الثاني بالماينس تمام. طيب تعال نشوف بقى نرسم بقى نستخدم بقى الجيومتريكال تولز ونحل بيها. فارسم النمبر لاين اهو تمام. هعمل له هقسمه بالظبط بقى بالرولر 0 بعد كده ب 1 سم بالظبط بقى اكتب 1 نيكست 1 سم 2 اللي بعدها 3 خلاص الناحيه الثانيه نيجاتيف 1. هرسم بقى من عندي 0 هرسم اول حاجه 3 سنتيمتر هجيب المسطره بتاعتي بقى وارسم 3 سنتيمتر لفوق كده فوق الزيرو بالظبط 3 سنتيمتر تمام. المفروض فوق الزيرو بالظبط ارسمها من غير اهو نرسم 3 سنتيمتر طيب. انا عايز بقى ارسم السايد ده 4 يعني ارسم من البوينت دي كده لتحت كده 4 فممكن اجيب المسطره احطها عند 0 واشوف ال 4 فين مع الانترسكشن اللاين اللي تحت. بس طبعا بالجيومتريكال اسهل حاجه ان انا اوبن كامبس افتح الكامبس بتاعي على 4 واقف من بين تحت فوق واعمل ارك. الارك ده بيجي فين بقى؟ يبقى اوبن 4 نفتح كامبس على 4 ونقف بين فوق خالص هنا هنا البين بتاعت الكامبس واعمل ارك. الارك بتاعي غالبا هيجي في الحته ديت. ارسم كده ارك بعد كده جوين بوينت وصلنا منها هقدر اوصل بقى البوينت دي بال بوينت اللي طلعت معايا في الانترسكشن بين ارك اند نمبر لاين
هذيك بوينت ستار دي لازم تطلع 4 يعني تعملها تشيك تاني تيست لازم تطلع 4 واللي تحت بقى النقطه اللي تحت دي هي اللي تحت بقى هي بقى اللي هي الروت 7 اللي هي الروت 7 اللي يطلع 2.6 يعني هتبقى هنا هي دي 2.6 هي دي 2.6 هي دي الروت 7 بس ده لو انا عايز اعمل ريبريزنت اي حاجه الروت زي كده لازم استخدم كل اللي انا قلته ده. طيب هو جايب لي بقى 1 بلس روت 3 فدي هخليكم ترسموها انتوا بقى بس بدل ما كنت ببدا عند الزيرو هنا وارسم اللي هو البربنديكولار عليه اللي طالع اللي فوق ده فلما يقول لي 1 بلس روت 3 فمعناها اعمل ايه بقى؟ ابدا عند ال 1 ارسم من عند ال 1 لفوق واكمل بقى الترينجل كل نفس الكلام واعمل تشيك على الكالكليتر اشوف 1 بلس روت 3 يدينا كام ومفروض اوصل عندها بالارك لو عملت كده واللي يرسم الرسمه دي يبعتها لي بقى على الخاص وانا اشوف بقى هو رسمها صح ولا لا نرسم 1 بلس روت 3 نيجي بقى لل ورك شيت 3 عندي بقى احنا قلنا الكيو والكيو داش هما الاثنين لو احنا حطيناهم على بعض يدينا الار اللي هي الريل نمبر الريل نمبر تمام يعني انا عملت كده والار ايكوال كيو يونيون الكيو داش الريل نمبر في ريل نمبر بوزيتيف فبتبقى بوزيتيف في ريل نمبر نيجاتيف وفي عندي احيانا بيجي سؤال كده الريل نمبر وعليها ستار كده فالريل نمبر اللي فيها ستار دي معناها البوزيتيف والنيجاتيف وزاوت زيرو من غير الزيرو يعني هي عباره عن البوزيتيف والنيجاتيف دي معناها كده الريل ستار دي معناها البوزيتيف والنيجاتيف وزاوت زيرو خلاص عشان لو جت اي مره قدامكم الار ستار طيب هنا بيقول لي بقى ال common طبعا دي الانترسكشن على لو شغال تحت دي يعني لو كملناها كده عامله زي سات فيس تمام دي معناها ايه الموجود هنا وهنا المشترك بين كيو كيو داش ولا حاجه صح؟ يعني ولا حاجه؟ يعني فور نيجي بقى عايز الحل بتاع الثانيه دي عايز سيت اوف سوليوشن طبعا 9 هتبقى نيجاتيف 9 هنجيب سكوير روت بتاع نيجاتيف 9 طبعا ما فيش حاجه كده يعني يبقى بجيبها برده فاي كده هتقول لي الريل نمبر لو خدنا منها الراشنال نمبر اللي هتبقى عندي الراشنال نمبر الراشنال نمبر اللي هي كيو داش ذا كيوب فانا اول كيوب يبقى كيوب روت بعمل دي كيوب روت عشان اجيب السايد بس هو مش عايز سايد بس ده هو عايز كل السايدس كل السايدس اللي هي 12 تايمز 2 يبقى ادينا 24 ذا تو انتجرز واز انكلودد عايز تو انتجرز ايه الاصغر من روت ايه الاصغر من روت 12 اللي هي روت 9 اكتر منها روت 16 يبقى تبقى 4 بعد كده عندي كيوب روت اوف اكس ايكوال نيجاتيف 5 زين اكس ايكوال ايكوال نيجاتيف 125 تمام بعد كده عندي لو انا حليت اللي جوه فهتبقى كيوب روت 64 يعني الحل هيطلع عندي 4 طبعا يعملها تشيك بالكالكليتر يجي بقى الار بوزيتيف احنا قلنا الار بوزيتيف اللي هي كل الارقام البوزيتيف تمام في كل الارقام جريتر ذان ايه؟ زين 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 بعد كده مين which is great مين اكتر فيهم؟ طلع الروت 5 طلع الروت 3 بكام؟ فطلعت مين بقى الاكثر؟ الروت 3
الروت 3 هي الاكثر. بعد كده الكيو داش between 2 and 3 يعني اللي between root 4 and root 9 اللي بينهم هتبقى root 7. root 7 بعد كده دي حاجة دايما 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 بنشوفها كتير قوي، اي حاجة باور 0 تبقى 1. الار احنا لسه قايلينها دلوقتي هي عبارة عن ايه؟ Q Q داش Q داش Square has an area. الاريا يعني يعني دي احنا عشان نجيب احنا نعمل square root لل 8 side lens. عايز side lens وعايز كمان rational number او تمام. فاحنا قلنا الاريا اللي هي x times x يعني x square يعني equal 8 يعني كده الاكس equal ايه؟ equal square root or negative. احنا نركز عليها قوي دي مع السكوير روت 8 بس. طيب ينفع السايد يكون بالنيجاتيف؟ يعني في سايد بالنيجاتيف شفنا يعني ترسمي حاجه بالنيجاتيف سايد طبعا لا. يبقى كده الحل عندي يبقى اقول له بقى نيجاتيف روت 8 از ريجكت رافضينه طبعا مرفوض، لكن يبقى كده الحل بتاعي بقى روت 8 بس مفيش نيجاتيف بقى نقول له ريجكت على تبقى ريشنال نمبر. بص انت الحل عندك طلع اثنين لا اما روت 8 لا اما نيجاتيف روت 8. ففي سايد اسمه نيجاتيف روت 8 يعني في حاجه في الدنيا كده ترسمي نيجاتيف روت 8 يعني كل بالسنتي بالبوزيتيف يعني 1 سنتي 2 سنتي ما عنديش حاجه اسمها نيجاتيف 2 سنتي. فيبقى الحل بقى ما فيش بوزيتيف اور نيجاتيف 8 هيبقى روت 8 بس. دي في حاله ايه بقى؟ لما يكون حاجه جيومتريكال زي السايد بتاع السكوير او السايد بتاع اي حاجه. نيجي بعد كده عايزين 3 الراشنال نمبر. طبعا اوبن كويستشن ده في حاجات كتير قوي ممكن تتحل. ف ال 3 اساسا جت من روت كام؟ روت 9. روت 9 خلاص. فشوف بقى كل ارقام ال less than 3 كل ارقام من روت 9 مين الاقل من روت 9؟ روت 8 روت 7 طبعا روت 5 مش هقولها ولا روت 1. ممكن حل تاني 3 جت من كيوب روت 27 فايه اللي اقل من كيوب روت 27 كيوب روت 26 روت 25 تمام كيوب روت المهم مش هقول كيوب روت 8 ولا كيوب روت 1. نيجي بقى الايكويشنز اللي بعديها والايكويشنز دي ان ار يعني بقى يطلع بقى عندي راشنال او الراشنال نمبر ذا سيم. عندي هنا اكس ايكوال half x square equal طبعا دي تبقى 3 x square equal 3 multiply 2 يعني 6 يعني كده x equal كام؟ x equal positive or negative negative roots طبعا بس هو بيقول لك nearest one decimal decimal يعني نحلها بقى طبعا بوزيتيف اور نيجاتيف وهروح اعمل روت 6 اشوفها اللي هي تبقى 2 بوينت كام. 2 بوينت بعد كده اول حاجه اشيل الباور يعني تبقى هنا كيوب روت باور 5 بعد كده الاكس ايكوال كيوب روت باور 5 تبقى بلس 3 يبقى كام بقى؟ اكتبها على الكالكليتر زي ما هي كده واشوف 4.7. Okay, we are finished homework. We are finished revision on this one and two and three. هنيجي بقى ال لسه عندنا فاضل 10 دقايق.
ندخل فيها بقى في الدرس الجديد. الدرس الجديد محتاج بقى مقدمة مننا كده، حاجات نفتكرها في grade 5. درس اسمه انترفال، فترات. احنا مش هنشرح الدرس دلوقتي، هنشرح حاجات كده قديمة، ريفيجن لحاجات قديمة، تمام؟ هنفتكرها تساعدنا بقى نفهم الدرس أكتر. خلاص، يلا انتوا بقى شاطرين، ركزوا بقى. انا عندي نمبر لاين، عايزين تكتبوا معايا مفيش مشكلة. عندي نمبر لاين كده، خلي النوتس بتاعتنا لاتس. لو عندي نمبر لاين تمام، وكل 1 سكوير كده دي 0 1 2 3 4 5 and so on. Negative 1, negative 2, negative 3 and so on. تمام. في بقى سامبل بنشوفها، تبقى اكسسوارز كتير قوي كده الناس بتلبسها او على تيشرتات، بنلاقي سامبل دي كده. سامبل دي اسمها انفينيتي. دي معناها ايه بقى؟ معناها ان الفايف بقى النمبر لاين اكستنشن، يعني 5 6 7 8 9 and so on and so on او انفينيتي نمبرز، يعني ما اعرفش بقى هو البوزيتيف تقف عند مين، ارقام كتير قوي، والنيجاتيف نفس الكلام. فدي اسمها انفينيتي، في عندي بوزيتيف انفينيتي وعندي نيجاتيف انفينيتي. تمام، دي اول سامبل نركز عليها، انفينيتي. نيجي بقى اللي مش جديد بقى، حاجة قديمة. يعني أنا عندي مثلا question like this: x greater than smaller than x مثلا greater than negative 2 smaller than مثلا 3. مين يعرف الانسر solutions او sets بتاع ال DA؟ يعني x greater than negative 2 و smaller than 3. يعني x negative 1 و 1 و 2. تمام، يعني عندك الارقام بقى اللي من الاول negative 2 لغايه الارقام الاول 3، فهم دول اللي between اللي هي negative 1 0 1 2. يبقى الانسر عندي negative 1 0 1 2. طب ليه بقى ما قلتش معاهم ال 2؟ ليه ما قلتش معاهم 3؟ المفروض تكون اكبر من x، يعني هنا قال لي x smaller than 3، ما قالش or equal. لو قال لي or equal احط لي علامه ممكن يكون 3. لو تبقى or equal هتبقى نكتب معاها 3. يعني مثلا عندي مثلا x كده greater than negative 2 or equal negative 2 و smaller than 3. في الحالة دي بقى تبقى الإجابة إيه؟ هتبقى negative 2 negative 1 و 0 1 هناخد مع negative 2 وهتبقى negative 1 و 0 1 و2، مش هاخد بقى معايا 3 عشان 3 ما عندهاش 4 equal. تمام؟ طيب بيقول لي بقى ده الحاجات القديمه، بيقول لي بقى الجديد بقى. الجديد لو انا عندي بقى يعني نيجاتيف 2 و 3، فانا هكتب مثلا نيجاتيف 2 و 3 بالشكل ده. شوفوا بقى الشكل هيبقى ازاي. نيجاتيف 2 3 تمام. لو انا نيجاتيف 2 و 3 مش موجودين عندي، ف بعمل براكتس، يا اما براكتس شكلها كده يا اما براكتس شكلها كده. يعني ايه؟ يعني يا اما براكتس
كلوزد على النمبر يعني مقفوله على النمبر، لا اما عدى وشحن بره كده يعني اوبن. فلما يكون نيجاتيف 2 بيش معانا في الـ في السيتس زي كده فيبقى شكلها كده اوبن، 3 مش معانا يبقى شكلها كده اوبن. لكن في اللي تحت دي لما كانت نيجاتيف 2 و 3 نيجاتيف 2 كانت معانا فنقفل عليها كده فاسمها كلوزد، و 3 مش معانا فهتعمل عليها كده اوبن. ده الدرس الجديد. ان انا بقى مش هكتب عندي بقى الحاجات القديمه دي، لا هكتبها بالشكل الجديد اللي انتوا شايفينه ده، نيجاتيف 2 و 3 وعليهم كده براكتس كده شكلها غريب. لما الاقي البراكتس قافله على النمبر كلوزد على النمبر كده فاسمها كلوزد. لما الاقي البراكتس زعلانه منها كده عدل وشها الناحيه الثانيه كده فاسمها اوبن. وافهم بقى ايه؟ بيقول لي النيجاتيف 2 و 3 معناها مش نيجاتيف 2 و 3 بس، لا ده بتوين نمبرز، بتوين كلها اللي بينهم كلهم. واللي عليها كلوزد تتكتب واللي عليها اوبن ما تتكتبش. يعني مثلا تعال ناخد اكزامبل عشان فاضل اربع دقايق. يعني انا عندي شكل بالشكل ده، يعني عندي مثلا نيجاتيف 3 4 وعامل لي هنا كلوزد وعامل لي هنا اوبن، افهم ايه من دي؟ الحل ايه؟ الحل بتاعها كل الارقام، يعني ادي النمبر لاين وادي عندي نيجاتيف 3 هنا وعندي 4 هنا، خلاص معناها كل الارقام اللي بينهم. بس ال 4 هناخدها عشان هي مكتوب عليها كلوزد كلوزد، وال 3 مش هناخدها، فنعمل عندها لايت سيركل ودي دارك سيركل، تمام. وهاخد كل الارقام اللي بينهم، فالاجابه هتبقى عندي ايه بقى؟ الاجابه هتبقى نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 0 1 2 3 4. دي الاجابه. وده الدرس اللي اسمه انترفال. خلاص طبعا لسه في حاجات كتير قوي في الدرس، لسه ما ده كان بس البدايه بتاعته بس ستارتنج كده بس، وان شاء الله بكره نكمل الهوم ورك بتاعكم. خليه برضو على يونت على ليسون 1 و 2 و 3 عشان تثبت المعلومات اكتر. والنهارده كده ما فيش هوم ورك على الجديد، هيبقى هوم ورك على القديم بس. هصور لكم الكتاب الاكسرسايز وابعت لكم تحلوا، ماشي؟ وغالبا هيبقى كويشنز يعني. اوكي اوكي شكرا ليكم، نشوفكم بكره باذن الله.